خلونا بقى باتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه فاطمه معي. اهلا بيك يا فاطمه، ازيك؟ كويس الحمد لله. فاطمه كم سنه؟ 27 سنه. مرتبطه يا فاطمه؟ انا كنت جوزه وعندي 3 اولاد. ربنا يخليهم لك يا رب. طيب قولي لي ايه تحت امرك؟ انا تحت امرك، اتفضلي. انا كنت بحب جوزي ده قوي، قعدنا نحب بعض قبل ما نتجوز 4 سنين، وجيت قدم لي اهلي ما كانوش موافقين عليه اصلا، انا اللي صممت ان انا اتجوزه. اول ما اتجوزنا بقى يحصل مشاكل كتير قوي، وبقى يضربني قدام اهله في الشارع، وحصلت مشكله جامده ان هو مسكني ضربني في الشارع، وعملت فيه محضر واتنزلت عليه، وقعدنا عشنا مع بعض ال10 سنين دول مشاكل وضرب واهانه وشتيمه. ليه كده؟ ايه السبب؟ ايه اللي ورا كل ده يعني؟ اللي ورا كل ده ان هو مش عايز يبقى له علاقه باهلي. انا اولا امي وابويا متوفيين وعايشه مع جدي وستي. واهلي يعني كان بابايا كان سايب لي حته ارض وكده، فهو اما انا اتجوزت وكده كان عايز يعني اخد كل حاجه من جدي وستي وخليها معايا. وانت بالفعل عملتي كده؟ وانا بالفعل عملت كده، وده للاسف يعني. طلع ان هو اصلا يعني العقد اللي كان معايا عقد ملكيه، وهو كان طلع عقد ايجار وان هو مضاني عليه وخد منك الارض. هو اللي هو في العقد الايجار معايا دلوقتي، احنا على وشك الانتقال لان هو باباه ضربني. وهو ولا هو هنا اصلا، ونزلني من شقتي يعني بهدوم النوم في الشارع. وهو مفيش، هو عادي ولا سأل ولا أي حاجة. فأنا قلت لا أنا مش هرجع تاني، فعادي بيقول لي عشان ولادك وكده، فما ينفعش إن أرجع تاني. أنا ستي وجدي ناس كبار، فهم خايفين إن أنا أعيش لوحدي بعد كده. طب أنا مش هقدر أستحمل أكتر من كده. أنا ابني 11 سنة، ابني التاني 8 سنتين، أنت حزق. طب أرضك رجعت لك ولا أرضك اتاخدت منك؟ أرض بقى دلوقتي هو احنا نعرف قضية الطلاق، وهو حاطط بقى عقد الأرض الإيجار ده. لكن لا تتنازلي عن قضية الطلاق، يا إما من ولا واخدة حاجة، ولا ليكي أرض، ولا ليكي عيال، ولا ليكي أي حاجة خالص. يعني أولادك معاه؟ أولادي معاه، وكمان عامل فيها محضر إن أنا متخلفة عقليا. وإن أنا واخدة دهبي واخدة حاجتي واخدة كل حاجة وأنا ماشية، وأنا الناس شايفيني وأنا خارجة إن أنا خارجة بهدوم النوم ومفيش واخدة أي حاجة في إيدي. فأنت هتتنازلي عن قضية الطلاق وتاخدي الحاجة اللي أنت جايباها بس ومالكيش عقد أرض، يا إما نمشي مع بعض أو مالكيش برضه عقد أرض. يعني في كل الحالات مالكيش عقد أرض. أنا مش عارفة أنا أعمل إيه يعني. أنت تشوفي محامي كويس يا مدام. تشوفي محامي شاطر كويس يجيب لك حقوقك. اصل مش معقول هتعيشي تاني تتضربي 10 15 سنه تانيين ضرب واهانات وبهدله. لا ما هي انا ما اعرفش كمان، يعني ممكن انسان يخطئ مره ويندم عليها طول العمر ان هو ضرب زوجته او اتنرفز او خرج عن شعوره، انما انت بتقولي ضرب واهانات 10 سنين. 10 سنين. فيعني لا شوفي محامي كويس ياخد لك حقوقك. وانا اعتقد حتى اخوات البنات يعني اي مشكله تحت ما بيني وما بيني هم بيطلعوا يتدخلوا فيها وهم قدامي بيعملوا ايه؟ هم كمان بيضربوني، وهو يقول لي اخواتي يعملوا اللي هم عايزينه. احنا في بلد ارياف، مش ناس يعني يا ستي، بلد ارياف في القاهره في نيويورك حتى، الكلام اللي بتقوليه ده لا يجوز. مفيش حاجه اسمها ست تتضرب، ده انت بتتضربي من العيله مش بتتضربي من جوزك. يعني هو يقول لي لا احنا كده، احنا بنعيش كده واهلنا كده يعني امك كانت بتتهزق كده واخواتك البنات بيتهزقوا كده والدنيا كلها. لا والله هو جاي عليا لان هو حاسس ان انا ضعيفه، ان انا بحبه قوي لدرجه ان انا ما بقولوش لا على حاجه، اي حاجه بيقول لي عليها بقول له حاضر. وحاسس ان انا ده هو دايما بيقول لي انت مالكيش حد، مع ان انا ليا اهلي كتير قوي بس مانعني عنهم كلهم. وانا للاسف برضه كنت بقول حاضر ونعم علشان اعيش. لا بص يا بنت الناس، شوفي لك محامي كويس
يقف لك. انت عارفه انت ممكن ترجعي لجوزك ده امتى؟ ترجعي لجوزك ده لما تاخدي ارضك وتاخدي حاجتك كلها وتبقي انت مالكه نفسك تماما، وترجعي تقولي له بص غلطه تانيه هيبقى فيها نهايتك معايا، ولو اي حد منك او من عيلتك او من اي حد يغلط معايا هتبقى نهايه العلاقه. في الحاله دي انت اللي في موقف اقوى. فالاول قبل اي شيء رجعي ارضك، شوفي محامي يرجع لك ارضك ويرجع لك كده امكانياتك وتحسي انك واقف على رجليكي، وبعد كده كل الامور هتتحل.